السلام عليكم، مرحبا بكم في الدوزيام بارتي من اللعبة عندك اكسترا. الليلة ليلة العيد ان شاء الله، كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايما. هذاك علاش حصتنا اليوم باش تكون حصة تري سبيسيال. اليوم معايا الشيف ايمن، والشيف ايمن كالعادة باش يعطينا روسيت خفيفة وبنينة. عسلامة شيف. اهلا بك حنين، مرحبا مرحبا بك، مرحبا بالناس الكل اللي يتابعوا فينا كالعادة. يعطيك الصحة. دونك شنو هي دبرتنا لليوم؟ دونك اليوم عندنا سالاد سيزار، عندنا اوبرجين فوري، وعندنا تشيز كيك. دونك نتصور ان شاء الله المنيو بتاعنا اليوم باش يكون حاجة بنينة برشا. كل شيء باش نستعملو جيل ستوديغما نتاعنا، جيل انتي باكتيريان اللي يقضي على 100% من الجراثيم. وتوا نبداو المنيو نتاع اليوم. اي دونك اول حاجه نبداو بها باش نبداو باللوبرجين. قصيت كعبات الاوبرجين نتاعي كيف ما قاعدين نشوفوا، قصيتهم الكعبه على 2 والا على 3 هكا. تو باش نجيب بلاتو من الفور. دونك اول ايتاب باش نبدا بها باش نحط كعبات الاوبرجين في البلاتو. باش نستعمل كالعادة زيت الكاهنة. دونك اليوم باش نستعملوا زيت الزيتونة تاغاموتا، الزيت البكر الممتاز اللي جينا من عند صغار الفلاحين من سيدي بوزيد، ممول من طرف أندى العالم العربي ضمن إطار مشروع منتجات الكاهنة، أول علامة للتجارة منصفة في تونس. دونك هذه زيت الزيتونة. دونك حاليا تو باش نحط الفيح نتاع تاع الحوت. دونك لي زيبيس نتاعنا سافور دو كابون كيف كيف من منتجات سوق الكهنة، اول علامه للتجاره منصفه في تونس. على قد ما نحطوا منه الفيحه هذه بالذات في على في الريسيت هذه يعطينا جو تري سبيسيال. سورتو على لي زيبيس نتاع سافور دو كابون حاجه بنينه برشا وفيها برشا. طيب باش نجيب الفرماج قيصر ادام. دونك القيصر البنة اللي تعيش معانا. دونك توا باش ناخذ الفرماج من الفريجيدير. دونك جبن القيصر رابي ايمونتال. ونفكركم بطبيعة الحال انه الفريجيدير نتاعنا والفور اليوم من عند مؤسسة الهادي بن عياد. مؤسسة الهادي بن عياد هي الاولى في البلاد على خاطر عندهم السيرفيس ابخي فونت نميرو 1 في تونس. كيف كيف زاد يوفروا لكم لي بيس دو روشونج، وعندهم نقاط البيع نتاعهم اللي تمتد على كامل تراب الجمهورية. نفكركم اللي معون كوجينتنا اليوم من عند شوبينغ ستور. شوبينغ ستور عندهم صفحتهم على الفيسبوك، تنجموا توا تدخلوا على الصفحه نتاعهم وتلقاو لي زارتيكل الكل. باش نقصوه حنين ديكوب، باش نحطوه على الاوبرجين. كيفما هكا بالضبط. فروماج ادام يعطي جو تري سبيسيال على الاوبرجين. دونك وكما نحبوا الكوجينه نتاعنا نظيفه والماكله نتاعنا بنينه، يلزمنا زادا نستحفظوا على البيئه ونخلقوا الثروه ونوفروا مواطن الشغل. دونك علاش كان عندنا نفايات قابله للرسكله نخليوها ونتصلوا بايكوغاد على الرقم اللي قاعد توا يظهر على الشاشه، وهما يجيو ويقوموا بالواجب وياخذوا من عندكم النفايات هذيا بلاش. دونك حنين توا بعد ما كملت حسيت الفرماج على الاوبرجين باش نحطوا شويه زيتون. شوية زيتون. كيف توا استعملنا زيتون تاغاموتا من منتوجات سوق الكاهنة، أول علامة لتجارة منصفة في تونس. نحطهم من الفور. دونك هذايا لولاني نتاعنا قاعد يحضر. حبوا نتوجهوا بشكل خاص لتوني ناصر على لاجونسمون دو كويزين. توني ناصر عندهم لي شروم نتاعهم في طريق المرسى عين زغوان والا حدائق المنزل، تنجموا تمشيو وتعديو لي كوموند نتاعكم. دونك تحاني نتاعو باش نحضروا السالاد سيزار. دونك ناخذ السالاد نتاعي. دونك شنو هي المقادير نتاع لي زانغريديون نتاع السالاد سيزار؟ عندنا ليتيو، عندنا طوماط سوغيز، عندنا غودا اون كوب قيصر باش نخدموا به، عندنا بيان سور زيت الزيتونه نخدمو. دونك مكونات طبيعية ديما، ماذا بينا سلطة تكون حاضرة في المنيو نتاع سيدي رمضان. وي وبيان سور من الاخر بالكل نعملو كالرشة التون سيدي جابر على السلطة نتاعنا البنين المخدوم زيت الزيتونة. وي دونك اونت
خطون توا باش نحكي لكم على الاشواغ هذيا. الاشواغ هذيا تلقاوها في صفحه الفيسبوك نتاع شوبينغ ستور كما قاعدين تشوفوا الارتيكل هذيا تلقاوه اون بروموسيون توا. دونك الاشواغ هذيا تمتاز انه الموتور نتاعها لي تري بويسون كيف كيف زاده حتى تنظيفها ساهل برشا. لي لاميل هذوما كلهم اون اسيي انوكسيدابل دونك تشريو وعينيكم مغمضه. وتوا تلقاو ديجا كما قلت لكم فيها بروموسيون وحتى الحم دونك تنجموا تختاروا يكون فان والا موين على حسب انتم شنو تحبوا بالضبط. ما عليكم توا كان تدخلوا الباج فيسبوك تاع شوبينغ ستور وتعديوا الكوموند نتاعكم. طيب نمشي نجيب الفرماج اون كوب من الفريجيدير. دونك جبن القيصر البنة اللي تعيش معنا اليوم تستعملوا جبن كوب. قبيله استعملنا جبن ادام. ونفكركم اللي مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد يعطيهم الصحة. اليوم الفريجيدير بتاعنا والفور بتاعنا من عندهم. مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد على خاطر عندهم سيرفيس ابري فونت نيميرو 1 في تونس كيف كيف زاد يوفروا لكم لي بياس دو روشانج. دونك تشريوا عينيكم مغمضة وعندهم نقاط البيع بتاعهم اللي تمتد على كامل تراب الجمهورية. وتوا نرجعوا مع الشيف أيمن. دونك تو بعد ما حطيت الفرماج نعملوا غير زيت الزيتونة. دونك زيت الزيتونة تاغاموتا من صغار فلاحين سيدي بوزيد بتمويل من أندى العالم العربي ضمن إطار برنامج سوق الكهنة أول علامة لتجارة منصفة في تونس. ناخذو طن سيدي جابر ببيع. طن سيدي جابر اللي ما يغيبش على البلام تاعنا في اللعبة عندك إكسرا. اليوم باش نستعملو باش نزينو بيه السلاد متاعنا. قو بنينة على الأخر. وي. نجمو نستعملوه زيدا شيف في التواجن بيان سور على خاطر الميزه نتاع تونسي الجبر كما قاعدين تشوفوا فيها كم ورق اوراق اوراق الحاجه هذه تجي ياسر بينا في السورتو في التواجن. فوالا ان شاء الله السلطه نتاعنا بنينه برشا وتشهي. توا وصلنا للديسير نتاعنا مع الشيف ايمن. الديسير نتاعنا شنو اليوم شيف؟ دونك عندنا تشيز كيك بالكيك ديلين. اول حاجه ناخذ الكوب نتاعي الكيك ديلين. الكيك البنين اللي يجي في وقته للكبار والصغار سون ويل دو بالم ومخدوم 100% بالزبده والشوكولا سويس. غوتي الصغيرات بيان سور اي نجمو نستعملو غوتي الصغيرات كيما نجمو نحطوه في كيما السيبور للتشيز كيك نتاعنا باش يجينا حاجه بنينه سورتو صحيه. دونك اليوم اخترنا الجو ابريكو اي جو ابريكو باش نحطو نعملو كومبينيزون يعني بينات البلاندي كيف كيف من الفوق ومن الفوق باش نعملو كيف كيف شويه بردو بيستاش. دونك توا باش نحط الكيك بالياغورت بلاندي. شيف بالنسبه للمتابعين اللي حابوا يتواصلوا معاك باش تحضر لهم دي بلا مزيانين بيان سور كيما تعرفوا انا سبيسياليتي نتاعي سبيسياليتي سون غلوتين يعني يدخلوا الباج نتاعي والفيسبوك والانستغرام لوك سون غلوتين والا على الانستغرام نتاعي شيف ايمن شعباني يلقاو دي غوسيت يلقاو ينجموا يعجبوا لي كوموند نتاعهم. دونك فوالا دونك هذا الديسير نتاعنا لليوم. دونك هذا من منتجات سوق الكهنه نعملو شويه بردو بيستاش. بردو بيستاش كيما قاعدين نشوفوا الحقيقه التكستور نتاعها ياسر ياسر. دونك منتجات سوق الكهنه اول علامه لتجاره منصفه في تونس. يست حبيت هكا تكون الكونتور نتاعها. دونك فوالا هاني هذا التشيز كيك نتاعنا قريب يحضر. وتوا وقيت الحاجه الحلوه كما تعرفوا ليله ليله العيد ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايما. وبتبات الحال لازمنا نودوا الصغيرات قبل الكبار كي نقولوا الصغار بيان سور نقولوا القهوه الكرانشي البنينه الصحيه. هذاك علاش اليوم باش نستعملوا قهوتنا الكرانشي كرانشي ايزي كاب. وكما تعرفوا الايزي كاب خمت في الكبار والصغار هذوما لي دو جو ان شاء الله باش نستعملوهم اليوم في سهريه ليله العيد. وبطبيعه الحال ليله العيد ما تحلى كان بالتاي كيوفي التاي المنعنع التونسي الخفيف. اليوم ان شاء الله باش نستعملوا التاي الاحمر كما تعرفوا الكيوفي عندهم التاي الاحمر والتاي الاخضر. دونك اليوم باش نستعملوا التاي الاحمر هذايا اللي هو من غير سكر. وشيف بطبيعة الحال ليلة العيد دونك يلزمنا نفرحوا بالكبار والصغار فوالا يلزمنا تكون طاولتنا مليانة وفيها لي زارتيكل نتاعنا الكل. نقترح عليكم الديليو بنين برشا مشروب غازي بنين برشا دونك يلزمكم تكون موجودة إن شاء الله في طاولة ليلة العيد. وبيان سور جو ديليس
جو البنين اللي استعملناه برشا مرات في سلطة دو فروي متاعنا. دونك جو هذا خلي السلطة تكون كيف ما هي ولونها ما يتبدلش. دونك هذو ما لي زارتيكل متاعنا لسهريتنا اليوم. انا توا باش نسخن الماء وانت شيف. انا توا باش نخرج اللوبرجين فوري من الفور. سي بون حضرت. ما شاء الله منظر ياسر يشهي وبنين. دونك هذه هي البلا برينسيبال نتاعنا. احضر الشيف توا قاعد يعمل لنا في الدريساج نتاع البلا. دونك فوالا حنين باش نكمل نحطهم كعبيت على البلاتو. باش نعملوا بيان سور رشه فروماج قيصر ايمونتال. البنه اللي تعيش معانا رشه جبن القيصر ما تغيبش على البلا نتاعنا بيان سور. بالنسبه للتشيز كيك اللي خدمناه بالكيك دايلين باش نزيد عليه رشه امون دي فيلي هي اللي باش تعطينا الجو البنين. الكيك البنين اللي يجي في وقته للكبار والصغار. دونك فوالا هذه. وبالنسبه كيف كيف للسلات سيزار اللي خدمناها قدامكم باش نعطيوها رشه من الفرماج لي كوب قيصر بيان سور اللي ما يغيب على حتى طاوله. البنه اللي تعيش معنا فوالا. انا توا جست باش نسخن الماء الماديليس نتاعنا باش نحضروا القهوه نتاعنا والتاي كيوفي. ديليس الماء اللي صافي بدنك. جربتها قبل بيان سور بيان سور جربتها قهوه بنينه على ياسر 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 بنينه وي. والحاجه البيه انه خاليه من المستحضرات الغذائيه دونك نشربوها بكل امان. نشربوا فيها بليزيور جو معناها فيها برشا برشا انواع. والاهم من هذا كل عندهم موقع الويب نتاعهم دونك الناس اللي تفرجوا فينا نجموا يدخلوا على موقع الويب ايزيكاب.ستور ويعديوا لي كوموند نتاعهم. كما قلت عندهم لي جو الكل دونك يختاروا اللي يحبوا عليه. دونك توا باش نحلوا الايزيكاب نتاعنا حليناها ياسر ساهل كما قاعدين نشوفوا توا. جوست نزيدوا الماء سخون ونخلطوا بالكدا هكايا تكون الحقيقة ياسر 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 ريحة ياسر بنينة بنينة. أنا الحق نحب برشا الجو كراميل تعجبني برشا حتى الجو زادا نوازيت. بيان سور عندهم لي جو كل دونك تنجمو تذوقو تجربو. هكايا تكون قهوتنا حضرت قهوة بنينة وخفيفة. توا باش نحضروا قهوة الصغيرات الكرانشي المخدومة بالشوكولا السويس. قهوة بنينة وصحية دونك حتى الصغيرات ينجموا زادا يشربوا القهوة. كيف كيف نزيدوا الماء سخون. أنا أحسبني مع الصغار وعطيني نشرب من باغفي. أنا توا باش نعطيك الكرانشي لك أنت شيف كالعادة نخلطوها. دونك شيف أنت باش تشرب قهوة أنا باش نعمل كويستي بنعنع من عند كيوفي. هذه قهوتنا الكرانشي حضرت كما قاعدين تشوفوا. توا باش يجي وقت التاي كيوفي التاي البنين التونسي المنعنع. دونك حلينو ياسر ساهل وما ياخذش برشا وقت. جوست نحطو التاي متاعنا ونزيدو الماء سخون ونخلطو بالكدا وهكايا يكون تاينا لليوم احضر. صحة وبالشفاء. يعطيك الصحة شيف. عايشك ميرسي حنين عايشك. هذا هو كان المنيو نتاعنا اليوم. استعملنا جبن القيصر ايمونتال. استعملنا زادا الجبن كوب وجبن ادام. القيصر البنة اللي تعيش معنا. طون سيدي جابر بيان سور. طون سيدي جابر طون البنين المخدوم زيت الزيتونة. زادا كيف كيف زيت الزيتونة تاجاموتا لي سافور دو كابون دونك هذو منتجات سوق الكهنة. حضرنا بهم البلا برانسيبال نتاعنا. الكيك ديلين الكيك البنين اللي يجي في وقته للكبار والصغار. لي برودوي ديليس ديليس هو الليدر في البرودوي ليتي في تونس. نشكرو زيدا بنينا كيف كيف. استعملنا زيدا سافور دو كابون دونك هذو منتجات سوق الكهنه. تي كيوفي
كيف كيف كانوا حاضرين معنا اليوم. القهوة إيزي كاب، القهوة البنينة، عندي شاف يعطيك عيشك. مرسي حنان، مرسي بوكو. نشكركم انتم السادة المشاهدين اللي تبعتونا تيلت حصص شهر رمضان، وبيكم احنا حققنا أعلى نسبة مشاهدة. نشكركم على وفائكم لنا ومتابعتكم الخاصة. أنا اليوم نحب نتوجه بشكر خاص جدا الفريق التقني اللي قاعد يأمننا الحصص من اللعبة عندك إكسترا. شكر خاص جدا للمنتج وجدي تعريت، يعطيه ألف صحة على المجهود الكبير اللي قام به طيلة الموسم هذية. احنا مازلنا مواصلين معاكم في اللعبة عندك إكسترا، إن شاء الله باش تلقاوني كل سبت وأحد باش يكونوا حاضرين معاكم في مجازون جنرال باش نلعبوا على الشاريو، وكيف كيف زادة باش نحضروا الروسيت متاعنا. نشكر دادو كرياسيون الزهرة على الجبة الحلوة المزيانة هذية، يعطيها ألف صحة. دونك تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك تلقاو لي موديل اللي تحبوهم الكل، وتنجموا حتى تكمانديو اون لين لي زارتيكل اللي تحبوا عليهم. هكي احنا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايما. نتقابلوا ان شاء الله في الحصص المقبلة من اللعبة عندك إكسترا. باي باي.